السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري، كنتمنى تكونوا باحوال طيبه. اليوم باذن الله غادي نديروا السردين معلب، كيطيب بلا نقطه الماء، كيجي رائع وكيجي لذيذ. كنتمنىكم تتبعوا معايا الفيديو للاخير. عندي هنايا جوج حبات ديال البطاطس، فلفله حمراء مقطعه، عندي هنايا الكركم الخرقوم، عندي سكينجبير، عندي الكمون، وعندي التحميره، وعندي هنايا كميه ديال السردين، اي كميه بغيتو. نقيناها وزولت ليها البنات هذيك واحد السلسول تيكونوا فيه بحال في الوسط، ماشي زولته كله، غير هذا الوسطاني هذا زولته، حيت كيبقى كيبرزط الدراري الصغار وكيبرزطنا حتى حنايا. عندي هنايا ربعة الفصوص ديال الثومه، وريقه سيدنا موسى، وثلاثه الطماطم، وفلفل حار اختياري، اللي بغاه يديرو، اللي ما بغاش ما يستعملوش. المهم دابا غادي نجيبو واحد البول، واحد زلافه كبيره، غادي نديرو فيها الربيع ديالنا. الربيع انا راه اصلا ديجا مقطعيه فدي مطحناه مع الثومه، غادي نديرو في هذا البول الكبير، وغادي نستعمل العطريه ديالنا ديال السمك كيما شفتوا، الخرقوم، سكينجبير، فلفل احمر الحلو، التحميره، والكمون. غادي نديرو، غادي ندير الزيت، وغادي ندير الحامض مصير، غادي نستعمل الزيت، زيت العادي، زيت المائده. وهاد العطريه هذه غادي نرقد فيها هذاك السمك. بصراحه اللي ما بغاش يديروا مع الخضار ما يديروش، يدير غير الزيت ويحطه في الكوكوط ويسد عليه على نار مهيله، كيجي رائع. انا استعملته بالخضار والطماطم، كيجي فن فن بزاف، غير جربوه على ضمانتي. عندي هنايا غنديروا العطريه ديالنا، هي اللي غادي نرقد فيها هذاك السمك، وغادي ندير به، غادي نرقد فيه حتى هذيك الخضره، حتى هي غادي نرقدوها. صافي نحرك الحشوه ديالنا، وغادي ندير فيها كاع داك السمك. وفي القاع ديال الكوكوط كما غادي تشوفوا معايا، ها هو درت هذاك العصاره اللي كتبقى ديال الحامض، هذا الحامض البنات طبعا راني درته معاكم في القناه. صافي غادي نحط السمك ديالي كله هنايا، نخليه يشرب مزيان ديك العطريه. صافي، وكما قلت لكم هذيك البقاء هذاك الشيء اللي بقى لينا ديال العطريه غادي نديرو فيه حتى هذيك الخضره، حتى هي غادي نسموها كما قلت لكم، مع ما فيه لا ما لا والو، غادي نسموها بهاد. غادي نزول هذيك واحد ديال السردين بقات، واحد الشوكه، هانتوما شفتو ساهل، كنتمنىكم تجربوه وكيجي المذاق يا سلام. عندي هنايا في الكوكوط في طنجره الدقد غادي ندير البصله اسفل، وغادي نقطعها رقيقه، وغادي نقطع الطماطم حتى هي. صافي، وغادي نستفو، غادي نستف السمك ديالي، هانتوما كيما شفتو معايا غادي نستف السمك، غادي نديرو من بعد ما شرب هذيك الشرموله. كما قلت لكم الا ما بغيتوش ديروا هاد الخضره ديروا غير هاد الطريق، ديروا غير الزيت وديروا السردين والعافيه مهيله، حتى هو كيجي رائع. ولكن انا مع بغيتو بحال هكا بالخضره باش يكون في نفس الوقت يشبع. صافي غادي نستفو في الطنجره ديالي، درته هو في الاسفل، والفوق غادي ندير البطاطس والفلفل احمر، واللي عندها الفلافل تستعملو حتى هو كيجي. المهم كيعطي مذاق وكيعطي منظر زوين. انا حطيت البطاطس وحطيت الفلفل الاحمر وحطيت الزيتون، غادي نديهم ونجيبهم في هذيك الشرموله بحال هكا باش يتنسمو لينا، يشربوا حتى هما ديك الشرموله باش يجيو حتى هما بنان ويجيو منسمين. صافي غادي نحطهم من الفوق. كما كتشوفوا وجبه سهله ما كتاخذش وقت بزاف، وكتجي واحد المذاق يا سلام. صافي غادي نستف البطاطس، نستف نزوقها من فوق بالفلفل والزيتون،
ما غادي نضيف حتى نقطه ماء، ما نديرو حتى نقطه ديال الماء ما غنديرها. ملي غادي نكمل غادي نسد عليه الكوكوط، ندير الصفاره وغادي ننقص العافيه تكون مهيله واحد الدرجه تولي بحال اقل من الشمعه. غادي نخليها حتى نخليها في الاول، خليتها انا 10 دقائق، من بعد عاد جهد شويه العافيه صافي. غير بدات ريحه السمك كتعطي، ماشي جهدت بزاف، غير زدت شويه العافيه، غير شويه شويه مهيله صافي. نديرو هنايا وريق سيدنا موسى وغادي نسدو. كما قلت لكم البنات زدت العافيه غير شوي، ما تجهدوش بزاف، غير شويه صافي، حتى تشموا ريحه السمك عطات. وغطفيه وغادي تطلوه، انا دابا طفيت عليه، طليت باليا باقي فيه شويه البلول، انا بغيته شويه شويه معصب، خليته فوق البوطه حتى بدا كيبكبك غير شوي صافي. دابا غادي نقدموه بالصحه والراحه وكيجي يا سلام. غادي نحطو البطاطا في البطاطا والفلفل غادي نحطها في الاسفل، ومن الفوق غادي نحاول نهز غير بشويه باش يبقى ليا الشكل ديال السمك يبقى ليا مقاد. انا المهم عندي هو الشكل اللي تحط يتحط مقاد، اللي ما بغاتش ما كتلعبش على الشكل وداكشي راه تهز وتخوي، ولكن انا كنحاول كنهز البطاطيسيه الاولى. اللي بغات البنات تزيد حتى الجزر تزيدو، ولكن الجزر تحطو لتحت مع البصله والمطيشه، تحطو من لتحت كما كتعرفوا الجزر كياخذ الوقت بزاف باش يطيب. اما انا البطاطا راه قطعتها رقيقه بزاف وخليتها غير من الفوق، غادي نبقى نهز غير بشويه كما كتشوفوا. غنحط الخضار لتحت والفوق غادي نهز، الفوق غادي نهز ونحط السمك ديالي كيجي معلب بواحد الطريقه رائعه ولذيذه بزاف. ها انتم كما كتشوفوا، كما قلت لكم ضيفوا الجزر، ولكن الجزر نضيفوه في الاسفل باش يبقى الشكل. غادي نحطها جانبا حتى نحط البطاطيس في الاسفل. ملي نحط البطاطيس في الاسفل غادي ندير السمك ديالي الفوق. ما نقولش لكم كي تيجي، تيجي رائع، تيجي لذيذ. كنحاولوا على الشكل ديال سميتو باش يبقى، ها انتما كتشوفوا الشكل النهائي ديالو، تيجي رائع، تيجي لذيذ. كنتمنىكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، ساهله ومغذيه ومليئه بالخضار. والى هنا كنقول لكم مع السلامه.